لا هو احنا عندنا النهارده معدلات سير طبيعيه، لكن في بعض اماكن فيها كثافه يعني على خلاف المعتاد من يوم الاحد، ان النهارده كان بيشهد كثافات مرتفعه، لكن احنا عندنا معدلات سير طبيعيه، مش هنقدر نقول الدنيا فاضيه، مش هنقدر نقول ان في كثافات مرتفعه على كافه المحاور، لكن هنستعرض اهم الاماكن اللي بتشهد كثافه على كافه محاور القاهره. هنبدا بمحور صلاح سالم والمحور الاهم من اسفل كوبري الفنجري حتى منطقه نفق المرغني، في كثافه للمتجه لمناطق المطار. ده طبعا طبيعي نتيجه دخول الاجهزه المتواجده على صلاح سالم. ايضا القادم من مناطق المطار اتجاه مناطق صلاح سالم يعمل بشكل جيد جدا، فقط منطقه النفق هي اللي بتشهد بعض الكثافه او بعض التجميع. ما بعد ذلك محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد جدا حتى مناطق مدخل نفق الازهر وحتى مناطق محور الازهر، وهو محور الازهر اليوم بديل جيد جدا لمحور اكتوبر في فترات الذروه او فترات الكثافه. النهارده الحد ومعظم المحلات التجاريه مغلقه في منطقه الازهر، عشان كده هو بديل جيد للمتجه لمناطق وسط المدينه على طوال اليوم. عندنا ايضا محور اكتوبر الكثافه تبدا فيه من مدخل الوسطى المعلقه وحتى اعلى ميدان رمسيس، ما بعد ذلك كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد حتى منازل الجيزه، قادم من الجيزه عن طريق كوبري اكتوبر ايضا يعمل بشكل جيد جدا حتى اعلى ميدان رمسيس، ما بعد اعلى ميدان رمسيس بيكون في بطء في السير حتى منطقه اعلى الوصله المعلقه، ما بعد ذلك حتى منازل مصر الجديده مدينه نصر كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد. عندنا كوبري 15 مايو كان بيشهد بعض الكثافات المرتفعه من المتجه لمنزل الزمالك لقادم من مناطق الجيزه، حاليا بدات تقل حده الكثافه ديت للقادم من مناطق الجيزه اتجاه القاهره، لكن كوبري عباس القادم من الجيزه اتجاه القاهره يحمل كثافه مرتفعه جدا، عشان كده احنا بننصح القادم من الجيزه الابتعاد عن كوبري عباس والسلوك يا اما كوبري اكتوبر او كوبري الجلاء او كوبري الجامعه اتجاه مناطق القاهره. ايضا عندنا من الاماكن اللي بتشهد كثافه منطقه محور الثوره في القادم والمتجه، يشهد كثافه في المنطقه في المنتصف عند كوبري الجيش، دي بتشهد كثافه مرتفعه سواء للقادم او المتجه، عشان كده احنا بننصح القادم من مناطق مصر الجديده، القادم من مناطق التجمع والقاهره الجديده وطريق السويس بصفه عامه يفضل محور المشير، ولان ايه هيكون افضل حالا من محور الثوره عشان نخفف الاحمال المتواجده على محور الثوره في الفتره الصباحيه. محور النصر يعمل بشكل جيد جدا وهو بديل جيد جدا على طوال اليوم لمحور صلاح سالم. عندنا محور الاستيراد يعمل بشكل جيد باستثناء منطقه طائر قريش المتجه لمطالع الدايري نتيجه نقطه الفرز الخاصه بمنع سيارات النقل الصعود اعلى الدايري، دي مسببه بعض الكثافه في المطلع. عندنا محور الكورنيش ايضا يعمل بشكل جيد جدا في القادم والمتجه لمناطق المعادي باستثناء المنطقه الخاصه بمنطقه الاعمال خاصه من شان محور رجل الفرج الجديد ومستشفى معهد ناصر اللي بتشهد كثافه. عندنا ايضا القادم من مناطق المعادي عن طريق الكورنيش في كثافه في المنطقه الخاصه بمنطقه مطلع كوبري الملك صالح وحتى مدخل القصر العيني، ما بعد ذلك محور القصر العيني يعمل بشكل جيد، مناطق وسط المدينه جميعها تعمل بشكل جيد. الحاله متوسطه على كافه محاور القاهره، زي ما بقول لحضراتكم احنا ما عندناش كثافات مرتفعه تؤدي لتحويل مسارات او تؤدي الى توقف طريق في مكان ما، لكن هي كثافات معتاده كثافات طبيعيه بتاعت كل يوم، معدلات تاثير طبيعيه على كافه المحاور. سياده العقيد.